انا بديت مع واحد توت اون فاك دارتيست اللي كانوا كيسميوها لا جينيراسيون نايدا. لا جينيراسيون نايدا بانت غراس ا انترنيت، ولكن ماشي غراس ا يوتيوب. يوتيوب كان في البدايات ديال داك الانفجار ديالو في المغرب. يعني لا جينيراسيون ديالي ما بديناش في يوتيوب، حنا بنينا لا كارير ديالنا طوبه طوبه، مهرجان مهرجان، البوم البوم. يعني تعاملنا مع الفن كيف ما تعاملوا معاه لي جينيراسيون اللي قبل منا. دابا الاوضاع تبدلات، يعني ولا حتى الطريقه ديال رسم الخطوات ديال الفنان تبدلات. شحال هادي انا ضد الفكره ديال نبقى ندير سينجل سينجل سينجل، ولكن ولينا اوبليجي ندير سينجل، لان الا خرجتي البوم ما كاينش السوق ديال الالبوم، كيضيعوا اغاني كثيره في البحر ذاك المحيط ديال اليوتيوب. يعني كيضيعوا اغاني كثيره. كيف ما قلتي كاين فنانين كثار تبارك الله اللي بانوا في اليوتيوب، واللي صراحه انا فرحان لهم والله يسر لهم. ما تعجبنيش النمطيه فقط، يعني فاش يكونوا اعمال كلها متشابهه، نفس الموضوع متناول، يعني من نفس الزاويه، بنفس الطريقه، بنفس المستوى ديال الكلمات. يعني هادشي ما تيعجبنيش صراحه. ولكن هادشي ما تيمنعش بان كاينين فنانين تبارك الله عليهم اللي تميزوا كيستاهلوا وبزاف كيعجبوني. عاوتاني الطريقه ديال التعامل مع يوتيوب راه كتختلف من فنان لفنان. كاين الفنان اللي كيشوف يوتيوب عباره عن استثمار، كاين اللي كيشوفه غير واجهه اللي كيقدم فيها واحد الفيترين كيقدم فيها الفن ديالو. انا هكا كيفاش كنشوفها. كاين اللي كيستثمر في يوتيوب، كاين اللي كيحط فلوس صحيحه في يوتيوب. انا المشاهدات ديالي كلها حلال 100%، علاش نقول لك اللي كاين. يعني هذا اللي كان كيفسر لك السبب ديال زعما انه ما عنديش 45 مليون 100 مليون في الفيديوهات ديالي، راه هذا هو السبب الوحيد. بالاضافه الى انني كنحاول ندير اعمال شويه راقيه.